Good morning. How are you, حبايبي صف أول؟ كيفكم؟ I miss you too much and I love you كمان. حبايبي بدي أعمل ريفيو اليوم، يعني ريفيو يعني مراجعة للدرس يونيت 3 كلرز. نعيده مرة تانية عشان نقدر نتمكن من قراءة الكلمات وتهجيتها، أوكي؟ Today is Wednesday. What's today? Today is Wednesday. Wednesday. What's today? Today is Wednesday. طبعا حرف الدي سايلنت ما بنقراه، يكتب ولا يلفظ. Date 28th of October 2020. The date التاريخ 28th of October 2020. يلا مع بعض. Unit 3. Unit 3. مع بعض. Unit. هذا الحرف اليو عادي نقرأ يو يو ان اي تي يونت مع بعض يونت 3 يونت 3 يو ان اي تي again يو ان اي تي يونت 3 نمبر 3 يونت 3 نمبر 3 colors colors c حرف ال K شو بنلفظه حرف السي شو بنلفظه هون K ك و O ك و L كل و ك كمان O عنا هون هلا ال O مع ال U هون بلتفظوا حرف واحد لأن اثنين أحرف علة ال vowels ك ل ك ل أ يعني أ ال O مع ال U أ وال R بتصير ك لر ك لر والاس للجمع اخذناها الاس ايش حطيناها للجمع لما يكون عندنا واحد ما بنحط له اس بس لما يكون مجموعه بنقول بنضيف لها اس بنقول ك لرز ك لرز ك لرز اوكي نعيدها كمان مره سي او كو سي مع او حرف السي صوته كي ك ك ك ك و او ك ك ك و ال كل كل ك و او هون مع اليو بيلتفظوا الحرفين واحد بصير ك لا ك لا معنا الار بتصير ك لر ك لر بنضيف الاس للجمع بتصير كلر واحد يعني لون لما تصير كلر بتصير الوان كلرز كلرز اوكي يلا او عيدوا من وراي او ار ار اي اوري وان اورن واج اورنج واي الاي ما بتلتفظ هون بتضل سايلنت اورنج 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 از از اي مع اس بتصير از اي مع اس بتصير از ا كاروت كاروت السي لفظناها كي صوتها كي الاي اي كا كا والار ار احنا حرف الار ما اخذناه بالاحرف لكن بالدرس اللي بعده رح يجي معنا بتصير كار كار وعندنا او بتصير كارو كارو وتي كاروت كاروت هاي هالكاروت اللي هي الجزرة كاروتس جزر لكن كاروت وحدة جزرة لأنه كمان حرف الأي هون هذا دليل على إنها وحدة وان كاروت يعني جزرة وحدة كاروت يالو يلا الواي شو بنلفظها صوتها يا يعني لفظها يا يا هلا لما نيجي نتهجى بنقول يا بنقول واي اي يا و ال يل يل و او يالو عنا الاو مع الدبليو برضو من صوت واحد اللي هو الاو بلتفزو التنين مع بعض هدول الحرفين لما نتهجهم بنقول واي اي ال ال او دبليو يالو يالو هيهم التنين هدول مع بعض حرف الاو يالو يالو نفس الشيء از اي و اس از لاحظين هون الاس صوتها ز
صوتها زاء زي حرف الزين، ز بالعربي، بس هي اس مش از. اوكي بس هون از از مش اس، از اي مع اس از. اه قلنا عشان مفرد لانه واحد. اه ب ب ب يعني اجاصة. اوكي يلا بي بي مع اي بي و اي بي، الاي والاي بلتفظوا حرف واحد اي. وعنا الار، قلنا احنا لانه بريتش الار ما كتير بنظهرها في اللفظ الكلمة، بتصير بير 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 اللي بيحكوها مين؟ الامريكان. بير جرين جي مع الار جر، واي ان الايتين مع بعض هي اي وحده تلتفظ اي وحده. يلا جي ار جر جي ار جر جي ار جر جا جو ار جر. هلا والاي هون يعني حرف الاي سوري اي. جري جرين، شو صارت جرين از شوي بس هون اضبط الكلمه green green is the is نفس الاشي هون حرف الزا is is التي مع الات شو بنلفظها يا اول the very good والاي هون silent ما بنقرأها فشو بتصير the 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 تي مع اتش the مرة ثه ومرة ذا لكن هون the 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 grass the grass جي مع ار جر زي هون جر هون اجت اي هون دبل اي هون صارت جرين هون جراس جراس مش جراس 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 بحكوها الامريكان جراس بحكوها البريتش جراس جرا اي اي مفخمها شوي الدبل اس عن اس واحدة هون السين لفظناها جراس لكن شوفوا هون از لفظناها ز صوتها ز هون صوتها س جراس جراس هون از از جرين جرين. بس اليوم هدول التلت سنتنسز ثري سنتنسز تلت جمل. اوكي ليش جمل؟ لانه بلشت بكابيتال وانتهت بايش؟ باند مارك او فول ستوب. فول ستوب طبعا نقطه. الاند مارك اللي هي زي ما قلنا اي يا اما الكويشن علامة السؤال أو علامة التعجب الإكسلامانيشن مارك أو الفول ستوب النقطة. أوكي هذه اسمها سنتنس. ثانك يو حبايبي وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. جود باي سي يو. طبعا بكرة عطلة. ليش بكرة عطلة؟ لأنه عيد المولد النبوي the birthday of our prophet Muhammad blessing and peace be upon him عليه الصلاة والسلام. فبكرة أكيد يعني عنا holiday العطلة. have a nice weekend and holiday. goodbye see you حبايبي.